سر حرائق استراليا المستمر منذ 6 شهور، ابقوا معنا. كشف علماء أستراليا حديثا أن طائر الحداءة والذي يعيش فوق قمم الأشجار العالية وأسطح الأبنية المرتفعة قد يكون أكبر مسبب للحرائق أستراليا بلا توقف منذ 6 شهور، لأنه يعتمد على نشر الحريق ما استطاع عبر التقاط نارا مشتعلة في خشب أو غصن صغير ثم يطير ليرميه في مكان آخر من البرية. وأدرك العلماء أنه بهذه الطريقة ينتشر الحريق أكثر في كل مكان، لأن عشرات الطيور من فصيلته تفعل الشيء نفسه، حيث يتخذ من قمم العالية مراصد ونقاط مراقبة. ووضح مقطع فيديو أن النار المشتعلة هي أستراليا صغيرة الحجم، ويمكن لقلة من الرجال المطافي السيطرة عليها وإخمادها بسهولة، إلا أن الكثير من طيور الحداءة تقبل عليها وكل منها يلتقط بمنقاره الصغير عشب صغير مشتعل ويطير ليرميه في مكان آخر حول هذا الحريق، وبذلك يتحول الطائر نفسه إلى عود ثقاب يشعل حريقا هائلا يقضي على الأخضر واليابس بدقائق، ومن بعدها تخلو الساحة للطائر من أي عراقيل تعيق صيده، فيتمكن حينئذ من رؤية ما يستطيع أن يناله من فرائصه ويقضي عليه بمنتهى السهولة. إذا أردت متابعة المزيد من هذه الفيديوهات اشترك في القناة ليصلك كل جديد.